نعود إلى السيد عثمان بن ساسي عضو المجلس الانتقالي عن زوارة. سيد عثمان، هل يمكن أن تحدثنا عن الوضع الإنساني الآن هناك في زوارة؟ والله وضع متأزم جدا جدا، طبعا عدد الجرحى يتزايد في كل لحظة وعدد القتلى أيضا والشهداء، وأعتقد أن يعني الوضعية العامة في زوارة داخل زوارة قصف مستمر وقصف مكثف على الأحياء السكنية، اللي يعطي طبعا إشكالية لأن ما فيش مستشفى في زوارة لإسعاف الجرحى، طبعا باش نطلعوهم من زوارة أيضا هي إشكالية. فالوضع متأزم جدا، ما فيش أي طريقة لإسعاف الناس في زوارة حاليا ولا طريقة نجدتهم في المناطق السكنية اللي هي تقصف حاليا من قبل الكتائب، وأعتقد أن لازم من تدخل سريع جدا لإنقاذ الناس في هذه المنطقة. ماذا تمثل منطقة زوارة استراتيجيا؟ هي منطقة طبعا امتداد لطرابلس، أعتقد أن باش طرابلس كمدينة تتحرر بالكامل لازم من فتح الحدود مع تونس، ولازم من تحرير مدينة زوارة حتى يتمكن الامدادات والاسعافات والامدادات ايضا حتى العسكريه تاتي من طريق عن طريق زواره، لان زواره بها فيها ميناء وفيها ايضا مطار، ولما تفتح الحدود مع تونس نستطيع استيعاب الجرحى حتى من طرابلس، والامور لا زالت يعني صعبه حتى في طرابلس، واعتقد ان هي الحل الاساسي حتى لاستتباب الامن في طرابلس، لان الكتائب هذه متواجده وبكثره وبإمكانها أيضا الاتجاه لطرابلس مرة أخرى وإحداث مشاكل في طرابلس، فلا بد من تطهير المنطقة من هذه الكتائب. هي منطقة استراتيجية، منطقة حدود، والحدود مع تونس لو تفتح حتى النازحين اللي في تونس حيرجعوا لأماكنهم لبلادهم ويدخلوا طرابلس، وعندنا أشياء كثيرة جدا تنتظر باش توصل طرابلس، ولازم توصل عن طريق زوارة، عن طريق ميناء زوارة ومطار زوارة اللي هو مطار كبير، مطار يستوعب طائرات كبيرة يعني. ما هو الحل لوقف قصف كتائب القذافي لمدينة زوارة؟ الحل هو طبعا تدخل النيتو بأسرع وقت ممكن، وصراحة النيتو احنا لم نفهم عدم تدخله في زوارة حاليا، وهذا أمر خطير وأمر مهم، لأن قرار الأمم المتحدة يفرض على النيتو حاليا التدخل في زوارة لإنقاذ المواطنين في زوارة، وهذا لا يمكن السكوت على هذا الأمر، واحنا اعطينا الإحداثيات لنا 15 أيام نعطوهم في إحداثيات الكتائب الموجودة في المنطقة، عندنا كتائب متواجدة على الحدود، عندنا كتائب متواجدة في منطقة الجميل، عندنا كتائب متواجدة في منطقة رجدالين، كتائب متواجدة على الطريق الساحلية المؤدية لصبراتة، وهذه لازم من ضربها وكتائب واضحة، والإحداثيات موجودة عندهم وأكدنا عليهم، وأكدنا عليهم في قطر، وأكدنا عليهم في بنغازي في حجرة العمليات، وأعطينا الإحداثيات لنا 10 أيام وإحنا نشتغل على هذا الموضوع، ولم يتم ضرب هذه الكتائب، وهذا أمر غريب جدا جدا. واحنا بصراحه في زواره وفي المجلس الوطني لم نفهم عدم تدخل الناتو في هذه المنطقه، وطبعا الحل الثاني هو طبعا نجدتنا من المناطق المجاوره وحتى من الجبل، لم نفهم لماذا لم يتدخل نالوت مثلا او زنتان او غريان ايضا وكل المناطق اللي هي محرره حاليا وعندها بامكانيات وعندها سلاح هي باستطاعتها التوجه اليوم لزواره ومن ناحيه الزاويه، وبلغ الثوار في الزاويه، ثوارنا في الزاوية وصبراتة وصرمان بإمكانهم التوجه إلى زوارة من ناحية البحر. شكرا شكرا أستاذ عثمان. كان معنا أستاذ عثمان جمعة بن ساسي عضو المجلس الانتقالي عن زوارة. شكرا لك رامي، وعودة إلى استديوناتنا في دبي. شكرا لك أيضا لوجعين ولضيفك الكريم.